بغيت نفقسه وانا نقول له: يحيى، إلا نسيتي نفكرك، انا وياك بيناتنا غير زواج بيض. وهو يقول: ما نسيتش يا أنيسة، ولكن انتي ما تنسايش، انا اليوم مكبر بيك وعارض عليك، ماشي في عايل هادوك. ما حملتوش، كيفاش مكبر بيا؟ عندك الزهر اللي تواضعت وخرجت معاك، ولكن والله حتنخرجها منك على هاد الكلمة حتى هي. غير بلاتي، قلت عرضتي عليا، شكرا، ولكن ماشي تمنعني نهضر مع الناس. قلنا غادي نكونوا دي زامي، وماشي هكا كيتصرفوا الأصدقاء. وهو يقول: كان بإمكاني حتى أنا نتعرف على شي وحدة وناخد نمرتها، ولكن لا، احترمت وجودك معايا. قلت ليه: بغيت نرجع للدار. وهو يقول: يلا ورجع مكسيري معصب لدرجة خفتو ويصدق قلبنا. كان الزحام وغادي وكيدوبل في الطوموبيلات بطريقة هستيرية، أنا ما عرفتش ماله. شنو زعما غيكون غار؟ بدا غادي وكيزيد في السرعة، والصراحة خفت بزاف لدرجة وليت كنبكي. قلت ليه: يحيى عافاك بشوية، ماشي بلاصة هاد السوقان. غمضت عيني وهو يوقف، حليتهم ودرت عنده، لقيته كيشوف فيا ومزقي فيا الشوفة وكيضحك. كيقول يحيى: لبست بسمة وخرجت عندي، لقاتني كنتسناها في الصالون، هبلاتني ديال بصح، وليت نحليها في باب الدار والطوموبيل شوية وانا نقول ليها مدام بسمة العلاوي، بحال ليلة طيقت راسي مزوج بيها ديال بصح. ما بغيتش نفكر علاش ولا كيفهاش كنتصرف هكا، المهم انا فرحان في هاد اللحظات وما باغيش نخسر فرحتي. وحنا في الطريق حاولت نجبدها بالهضرة، المهم ما نبقاوش ساكتين، هضرت اي موضوع جا في بالي غير جيب يا لساني وقول. ولكن اللي فاجأني ان بسمة ما شاء الله ثقافه عاليه، فاهمه في كل شيء، الانسان معها مستحيل يمل ولا يحس بالقنطه. وصلنا للريستو وخليتها هي تطلب الغداء، اخديت بحالها وحنا كناكلو وكنهضرو، وداز الوقت دغيا. ملي بغينا نخرجو قالت لي بغات تمشي للتواليت، مشات وعيطت للسيرفور وخلصت وتسنيتها تجي. فاش كانت راجعه خرج فيها واحد، كنت غنوض ليه وتمالكت نفسي بالزز شويه، السيد تابعها حتى وقفت معاه، ما شعرتش براسي حتى لقيت راسي وسط منهم. ودرت في داك خينا اللي طلب نمرتها وقلت له هادي مراتي، جريتها وخرجت، ما وقفت حتى لحد الطوموبيل، تعصبت عليها وهي جوابها كان منطقي، انا وياها غير اصدقاء، واللي بيناتنا غير زواج على الاوراق وصافي. بغات ترجع للدار وحليت ليها الطوموبيل وقلت ليها ركبي، كسيريت وما بقيتش حسيت، سرحت مع نفسي، عقلي كيقول علاش انت كتصرف هكا، توقف معاه ولا ما توقفش، حياتها هاديك، انت اش مشاليك، نسيتي اتفاقك معاها، انت اللي قلتي ليها هي حرة في حياتها وما غاديش تدخل فيها، اشنو زعما صعدتي فيها؟ وراسي الاخر كيقول انا براسي ما فهمتش اش وقع ليا، فاش شفت هذاك كيتلوط بيها. وكنرجع نجاوب زعما من نيتك، ما عرفتيش اشنو جرالك، راك غرت يا سيدي مولاي. وكنرجع نقول غرت؟ لا غرت، اها غرتي نكر، علاش غنغير عليها؟ حيت تزعطي فيها بين ليلة ونهار، نسيتي راسك البارح جالس كتشم في ايديك ريحتها بقات لاصقة فيهم، وفاش تحنيتي على ايديها كتبوس فيهم وكتلعب بشعرها، اللي كله ما نعستيش باش هي ترتاح، وما بغيتيش تفيقها وما رجعتيش حتى للدار ترتاح،
عاس على الشومبر بحال لا الا غيخطفوها. غير خرجتيها ومشيتي تجري للفارماسي، وصلتي للدار بلاصه ما ترتاح عرضتي عليها الغدا، وباقي لدابا بلا نعاس. اشنو كيتسمى هادشي كله؟ وكنقول لراسي رجوله، عادي البنت مسؤوله مني، الا ما ديتهاش انا للكلينيك شكون غيديها؟ ديما كطيب وتصبن حوايجي، مع العلم هادشي ما داخلش في الاتفاق، يعني هادي اقل حاجه نديرها ليها. بغيتي تقول موقف عادي لا اكثر؟ اها عادي. وحتى غيرتك عليها قبيله عادي ياك؟ طلق مني الله يرحم باك. فاش فقت من الحوار مع نفسي لقيت راسي غادي مكسيري بزاف وسط المدينه والزحام، وبسمه مغمضه عينيها وكتبكي، تخلعات بزاف. وقفت الطوموبيل ودرت نشوف فيها، ناري وجهها كي ولا اصفر، مغمضه عينيها وشاده في جنابها. وبديت كنضحك، حلات عينيها ولقاتني شابع ضحك، وهي تقول لي وهي كاعيه، مالك كضحك؟ قلت ليها كنضحك عليك. تقول بسمه تعصبت بزاف ملي شفتو كيضحك، وانا نقول ليه علاش كضحك؟ جاوبني كنضحك عليك. قلت اشنا هو؟ صافي زاد كمل عليا، فقصني ديال بالصح، انا الدموع في عيني ومخلوعه حالتي حاله، وهو كيفرنس. مسحت دموعي وهزيت البوشيت ديالي وخبطتو بها الكماره، وهو يقول واش هبلتي؟ قلت ليه باش تعلم تضحك عليا. وهزيت البوشيت ديالي وهبطت في حالاتي زعما مقلقه منه. تبعني وبدا كيعيط ليا، كيقول بسمه وقفي تسناي. انا ما مسوقاش ليه، غادة وعاجبني الحال يتبعني. وصل عليا وشدني من ايدي ودورني لعندو وزير عليا وقال اش هاد التبرهيش كديري؟ قلت ليه كيفاش؟ انا برهوشه دابا. وهو يقول اها عقلك عقل دريه صغيره. اياك ايوا هي اللي حيدتي ايديك عليا وخليتيني عليك، راني غير دريه صغيره ماشي من المستوى ديالك السيمو للشركه، اش غيقولوا معارفك الا شافوك مع بربوشه؟ وهو يقول يحيى غيقولوا سعداتو. صدمني وانا نبقى ساكته. قال يلا هضري. انا ديك كلمه بربوشه اللي قال ليا بقات كتزنزن ليا في ودني، والله ما تبقى فيه، والله تنردها ليه تنتم. قلت لي غيقولوا برهوشه مع برهوش. وهو يقول دابا تلاقينا انا وياك براهش بجوج، وغنمشيو دابا نيت البلاصه ديال البراهش. وجرني بزز ودخلني للطوموبيل، اطلع وقفلها باش ما نقدرش ننزل مره اخرى وكثيره. انا مدوره وجهي عليه وما بغيتش نسولو فين غادي، حتى وقفنا قدام سنديبات انا بلا ما نشعر. واو كان حماق على هاد الشي. شاف فيا بنديهاش وهو يقول كيعجبك؟ قلت ليه اه وبزاف. كنحس براسي بنيته صغيره، فيه كنسى كل شي، كنرجع كيف ما انا شحال هادي، ماشي بحال دابا. هنا كنفرح من قلبي. وهو يقول كيفاش مال شحال هذا ومال دابا؟ جاوبته بكل تلقائية بحال ليلة داير ليا التنويم المغناطيسي. قلت له كانت ماما ما كتخلينيش نمشيله، وكانت اختيرانية الله يرحمها ديما كتجيبني موراها وكتلعبني في كل شيء، كانت حنينة فيا بزاف، كانت عارفاني كنحماق عليه، ما كانتش كتحرمني من حتى حاجة. كنت كنقول لها في خاطري ماما رانيا. حتى فاش كبرت وهي تزوجات، واخا المجرم ديال راجلها كان صعيب، كانت كتسلت وتجي تديني لافواغ، كانت كتقول لي الفرحه اللي كنشوف في عينيك وانتي في لافواغ كتسوى عندي الدنيا كلها، وانا ما يمكنش نعيش بلا ما نشوف هاد الفرحه. من نهار ماتت ما عاودت مشيت.
حيت كنت كنمشي له غير معاها، ومن نهار قتل هذاك المجرم حياتي تبدلات. كرهت راسي بلا اختي، وكرهت الرجال، وكرهت حتى الزواج، وهادشي علاش ما بغيتش نتزوج. وانا كنهضر دموعي نزلو كيجريو. مسح ليا يحيى بايدو دموعي وجرني لعندو وحط راسي على صدرو وقال ربي بغاها وربي داها. اللي فهمت كنتي متعلقة بها بزاف، وحتى هي غدا تكون كانت كتحماق عليك، داكشي علاش تفكريها بالدعاء، صدقي على قبلها وكوني فرحانة في حياتك، هي هكا غدا تكون فرحانة. وبما أنها كانت كتبغي تشوف الفرحة اللي في عينيك وانتي هنا، أكيد حتى دابا في البلاصة فين هي كاينة كتسنى تشوف نفس الفرحة ديال شحال هادي ونفس بسمة. بعدني على صدره وباسني في راسي وهبط حليا الباب وقال لي تفضلي يا أجمل طفلة في الدنيا. ضحكت بزز مني، يحيى كيتعامل معايا هكا ما نطيقاش. شدني من ايدي وداني نلعب، لعبت في كل شي، الالعاب كاملين لعبنا فيهم حتى هادوك الواعرين. ما خفت حيت هو معايا، حسيت معاه بالامان. ضحكت ولعبت وفرحت بلا قياس. وفجأة رجعت انا بسمة ديال شحال هادي، حاسة براسي طايرة في السما بالفرحة. بقيت كنلعب، حتى قلت له عييت صافي باركة استسلمت. وداز من حدانا مول النفاخات وهو يشريهم من عنده كاملين واعطاهم ليا وقال هادو الأجمل بنوتة. قلت ليه يحيى هاد شي بزاف عليا والله، علاش كتصرف معايا هكا؟ يحيى حط ايدو على فمي وقال شش تعلمي ما تسوليش علاش ولا كيفاش في اللحظات اللي تكوني فرحانة فيهم، تعلمي تعيشي. عجبتني النظرية ديالو، احنا السلامة يا ربي نكديين من الطراز الرفيع ديما متشائمين ونقولو الله يخرج هذا الضحك على خير، ديما كنتوقعو مورا الضحك نهجروه. علاش ما نعيشوش اللحظة في وقتها والنساء وشنو غيوقع من بعد؟ انهجروه ولا ما انهجروش ما كيهانش، المهم جمالية اللحظة ما نضيعوهاش. قال يحيى فين نمشي دابا؟ وتفكرت باللي يحيى مازال من البارح منعش بلا ما نعيق عليه، منها نكبر في عينه حيت كنفكر فيه، ومنها نمشي نبدل حالتي قبل ما تولي خارجة اللعيبة ونصدق مشوها. قلت ليه يلا نرجعوا للدار، مازال من البارح ما نعستي بزاف عليك. وهو يقول واش لالا شكيت عليك؟ قلت واخا ما تشكيش باركه، هادشي اللي درتي معايا من البارح اليوم والله حتى بزاف. وهو يقول ما بزاف والو عليك. قلت يلا نرجعوا باش ترتاح عافاك. قال واخا لالا ما يكون غير خاطرك، ولكن بالليل غنخرجوا. قلت فين غنخرجوا؟ وهو يقول يحيى مفاجأة. قلت واخا سيدي. ومشينا للطوموبيل واختاريت نفاخة وحدة باش نحتفظ بها، وطلقت الاخرين طارو. ديما كنت كنتمنى نعيش هاد اللحظة، نكون هزة بزاف ديال النفاخات ونطلقهم يطيروا في السماء. كنت كنشوف هاد المنظر غير في الأفلام، وكنت كنتخيل راسي في بلاصتهم. واليوم كتب عليا سيدي ربي باش نعيشها. وفاش رجعنا للدار أول حاجة درت بدلت حوايجي وهزيت ماركر وكتبت في النفاخة تاريخ اليوم وعلقتها فوق الماريو. يحيى دخل يرتاح وأنا جمعت الدار. من بعد دخلت الكوزينة نوجد الكوتي ومعه كملت فاق يحيى. جاء عندي الكوزينة وقال كيقول يحيى فقت وشميت ريحة قهيوة زوينة. ومشيت الكوزينة ولقيت بسمة تبارك الله مجد الكوتي هالكيك هالمسمن داكشي كيبان كيشهي. قلت هادشي كامل على قبلي. قالت لا على قبلي أنا،
قلت ليها شنو زعما ما غدوقينيش، وهي تقول لا. قلت تعطيك خاطرك، وهي تقول الصراحة لا تبقى فيا. وانا نقول شفاقة زعما، قالت اه وبدات كتضحك. قلت ليها واخا لالا مقبولة منك. قالت يلا سير تجلس وانا غدا نحول هادشي للصالون. قلت ليها لا ايدي بايدك غنعاونك. هزيت معها الطباصل، اول مرة غنعاونها. كلينا داكشي وكان زوين كالعادة. جمعنا الطابلة بجوج وعاونتها في غسيل الماعن. وصونا عليا علاء باش نسهروا اليوم. قلت له لا اليوم خارج مع بسمة. علاء ما فهم والو، حيت هو عارف باللي زواجي بها راه غير على الوراق. ضروا راسو وبغى يفهم البلان. ساعة ما عنديش الوقت ليه باش نشرح ليه، وانا نصدر. قلت ليها يلا نوضي وجدي راسك باش نخرجو. قالت فين غنمشيو؟ قلت ليها راه قلت ليك مفاجأة، غير لبسي شي حاجة اللي تكون سبور وما تلبسيش غوب وشي جاكيت على البرد. قالت هي الأولى. ومشيت حتى أنا لبست سبور وخرجت نتسنى بسمة كيف ما الصباح. حتى خرجت ساندريلا لابسة سروال كحل مقطع من الركبة وكويرة كحلة ونايكة في رجلها. وليت برقاق، ولكن والله حتى أول مرة مع بسمة كل شي غيكون الأول مرة. قلت ليها تبارك الله هادشي زين. قالت حتى انت جيتي زوين. قلت ليها عارف راسي زوين، وبديت كنضحك وهي تقول اللهم زده تواضعا. قلت ليها امين حطي داك الساك من ايدك ما كاين لاش تهزيه، وهي تقول علاش. قلت شنو قلت ليك ما تبقايش تسولي بزاف. قالت صافي ها هي حاطاه. ومديت ليها ايدي وشدات فيا ومشينا هبطنا الكراج ديال الموبل. كاين بلاكارات تما، كل واحد ساكن تما عنده جهه ديالو بالساروت باش يخزن فيها التخربيق ديال الطوموبيل. حليته وجبت جوج ديال الكاسك. قالت ديال من هاد الكاسك؟ قلت ليها ديالي انا وياك. يلا هرا الموتور. بس ما قالت واو كيهبلني. قلت ليها عارف، وهي تسولني كيفاش عارف. قلت عارف باللي كيعجبوك الماطر، ولكن عمرك زعمتي تركبيهم. قالت باش عرفتي هاد الشي؟ قلت تفكرت الصباح اول مره جبت موتور المغرب فاش كنا مازال ساكنين في نفس الدرب. جات عندي رانيا الله يرحمها وقالت لي باللي اختي الصغيره كيعجبوها الماطر ولكن كتخاف تركبهم. عافاك تقدر تضرب بيها شي دوره. قلت ليها مرحبا، ولكن كنت تلهيت وما بقيتش ضربت بيك دوره. بس ما عينيها دمعو وقالت وانت كيفاش حتى تفكرتي؟ هاد الشي غيكون داز عليه بزاف شي 10 سنين تقريبا. قلت ليها قبيلة فاش بديتي كتهضري عليها جات في بالي هاد اللقطة، كنتي عزيزة عليها بلا قياس لدرجة كانت باغا تحقق ليك اي حاجة كتمنايها. قلت اه بزاف. هاد الشي علاش حاسة براسي بلا بيها جدت بلا روح. وانا نقول ليها ما تقوليش هكا، انا شنو كندير هنا؟ كان واعدك عمري نتخلى عليك وغندير اي حاجة باش نفرحك. واشنو قلنا ممنوع لبكى. مسحت ليها الدموع ولبستها الكاسك وقلت ليها شدي فيا مزيان وما تخافيش. وانا كنت ديجا سمعت بقصة رانيا الله يرحمها فاش كنت في فرنسا. عودت ليا ماما كيفاش ماتت الله يرحمها، قتلها راجلها كان كيضربها بزاف كان مكرفص عليها، وهي ما عمرها قالت هادشي لدارهم كانت صابرة. حتى الواحد النهار كان كيضربها وماتت بين ايدي. بس ما بحكم هي الصغيرة في الدار ورانيا هي الكبيرة كانت مدلعاها بزاف، ف
فرق السن اللي بيناتهم 14 عام، بس ما تأثرت بزاف من بعد موت ختها، لدرجة ما بقاتش كتهضر شي 9 شهور تقريبا، وتبعوا ليها عند طبيب نفسي. عاد ولات شوية، وأنا قررت نعوضها على ذاك الفراغ اللي خلاته ليها ختها في قلبها وفي حياتها، ويمكن نعوض حتى أنا راسي على الفراغ اللي كنعيشه بفضل بسمة. اكتشفت اليوم باللي أنا ما عايش ما والو، الحياة اللي عايشها غير تخربيط، والأول مرة نفكر في الاستقرار، وهذا الشيء بفضلها هي. ونمشي عند بسمة، قالت فرحت بزاف حيت غدا نركب موتور واعر ما مطيقاش، هو موتور واش من موتور واعر ديال بصح، كان من بين احلامي نضرب دور عليه. يحيى من بعد ما دار ليا الكاسك جبد ليغات وجاكيت انواغ واعرين بالجهد ديال الماطر، وجاب بحال شي ارتيست هبلني. ديما راه الموتور وقال ليا طلعي وشدي مزيان راه كنمشي مكسيري وما تخافيش. قلت له واخا اصلا معاك ما كنخافش. ساعتين وحنا كندور، واو على احساس كي داير، وهو غادي مكسيري، طوموبيلات كاملين خليناهم ورانا. وقفنا في واحد الفروج وتلاقينا واحد خينا عنده بحال الموتور ديال يحيى، وقال لي يحيى نتسابقوا. قال له يحيى مرحبا، وقال لي شدي مزيان دابا عاد غيبدا اللعب. قلت له واخا، عنقته بالجهد وهو يكسيري، انا عين على الطريق وعين على اللي كيتسابق معانا، فاش كيفوتنا كيطلع لي الدم، وكنبدا نغز في يحيى زعما صدقه ما رضيتش يسبقنا. يحيى فهمني اش بغيت نقول، وهو يعفط وخليناه ورانا حتى ما بقاش كيبان. من بعد مشينا نتعشاو في واحد الريستو واعر، وهاد المرة جات واحد خيتي لعندنا الطابلة، قالت بونسوار يحيى صافا؟ قال ليها بونسوار. قالت شكون هادي؟ قال ليها المدام. قالت ليه كيفاش؟ قال ليها نترجم ليك مراتي. وهي تقول علاش انت مزوج ما يمكنش، وهو يقول واش نوريك لاكت باش تيقي، المهم لقيتيني انا ومدامتي كنهضروا في واحد الموضوع مهم وقطعتينا. هي تزيرات مرضاتش، بدات تحمر وتصفار وتخضر وقلبات الدورة ومشات في حالها. صدمني يحيى فاش قال ليها مراتي، وفي نفس الوقت عجبني الحال ما عرفتش علاش، وبديت كندير استجواب مع راسي، اشنو بسمة باغا تنتقمي ماشي تطيحي فيه. وقلت اللسان ما فيها عظم، يمكن داك النهار ما قصدش، شوفي تصرفاته معايا شحال زوينين. وكنرجع نقول ما يغركش هاد الشي، راه الرجال ولاد الحرام كيتمسكنوا حتى كيتمكنوا، كلهم كيكونوا زوينين وضريفين وشهوة منهم في الاول، غير كيعرفوك تحتي وتمكنوا منك كيبداو تبوردو. ونرجع نقول اوف منك، وانا نسوله شكون هاديك؟ قال واحدة من بنات الليل بلا ما تصدعي راسك بيها. وغمزني غميزاتو طياحين المسخوط الاخر. المهم قلبت الموضوع، ما بغيتش نحكر عليه، باركة غير داكشي اللي دار ليها. وحنا كنكملوا في العشاء، تقابل معايا واحد وبقى كيشوف فيا ما نزلش عينيه، انا هبطت عيني ما بغيتش نشوف فيه، احتراما ليحيى حشومه من بعد كاع هادشي اللي داروا اليوم. شويه وانا نهز عيني بالصدفه وهو يغمسني، درت ردت فعل بوجهي بلا ما نحس، وهو يتلفت يحيى وحصلو كيغمس فيا وناضليه فرشخو، وبداو الناس كيفكوا. شويه جامو للريستو، دخل وصدق كيعرف يحيى، قال ليه مسيو يحيى ما موالفاش ليك. وهو يقول يحيى سي سامي ماشي الغلط ديالي، واش انا جالس مع مراتي وواحد اخر جالس كيتبسل عليها. قال ليه سامي اسمح لينا ما غيتعاودش هاد الشي،
وهذا السيد ممنوع يدخل عندنا مرة أخرى. وجاو سيكيريتي خرجوا، وحنا اعتذر منا مسيو سامي ومشينا جلسنا. قلت ليحيى كون غير ما ضربتيهش رونتي السيد الريستو ديالو. وهو يقول ونقلبها كاع، راني من اهم الناس اللي كيجيو عنده لهنا، وزايدون ما ظلمتوش، باش هاد المره الا بغى يتبسل يعرف على من. واش انا كولي ما بنتش ليه جالسه حدايا وكيتبسل عليك هاد البساله؟ قلت ليه قول المساله مساله رجوله لا اكثر. وهو يقول طبعا تزيرت، ما عجبنيش الحال، يحساب لي غار عليا. وهو يقول لي واحد الراس اش من غار عليك، راه حسبك بحال الاخرينات، راكي غير بنتي ليه في البلان. وانا نتقلق عليه ولا كيهضر غير راسو وما كنجاوبوش. قال لي مالكي عاد كنتي بخاطرك؟ قلت ليه والو جاني النعاس، نقدروا نمشيو؟ قال واخا. خلص وخرجنا، وكي وصلنا عطيت ليحيى الكاسك باش يردو لبلاصتو، وقلت له عافاك اعطيني الساروت باش نطلع. قال لي بلاتي ها حنا طالعين بزوج. قلت لي غير عطيه ليا. ما زادش معايا الهضره وعطاني السوارت، وطلعت خليت الباب مردود باش يلقاه محلول. علقت السوارت في الباب ديال الدار من الداخل، ومشيت لبيتي بدلت حوايجي ومشيت نعست. الصباح ما فقت حتى 12، نط لقيت يحيى خارج ومخلي ليا ميساج بلي غيتغدى برا. وانا نقول شفتيني غير مسنياك، درت شي تخربيقه ناكلها ورجعت لبيتي. شعلت التلفازه نتفرج، ما بان ليا والو، ونط لبست حوايجي وهزيت ساروتي وطفيت التليفون وخليته في بيتي وخرجت، حيت هادي راها كازا، حتى الى بغاوي غريسيوني ما يلقى والو، وباش الى رجع يحيى ما يلقى كيفاش يوصل ليا. بقيت غادة من درب لدرب ومن زنقة لزنقة، دايرة فيها ضايعة وشاردة التفكير، وانا في الحقيقة ما مسوقاش، فاش ما كان القى ما يدار كتبان ليا في الدروبة والتجلويق، كان القى راحتي النهار كله وانا كندور حتى تودرت، ما عرفت راسي فين. وصلت العشرة ديال الليل، صافي عييت اتهلكت، رجلي طابو، وشديت تاكسي ورجعت. وكي حطني التاكسي جا عندي الكونسييرج كيجري، قال فين كنتي يا لالا؟ سي يحيى قالب عليك الدنيا، ما خلى فين قلب عليك، حتى من السبيطارات والكوميساريات مشى ليهم، كازا كلها قلبها. قلت لي وايلي هادشي كامل، خليته وطلعت للدار. دخلت لبيتي وبدلت عليا، حالتي كانت ولات حالة، وتخشيت في فراشي باش نعس وما حملتش راسي، حسيت براسي مسخة، وجمعت الوقفة ودخلت ندوش. طلقت الماء وبقيت شي ساعة في الدوش والماء مطلوق، دوشت على راحة راحتي، كي كملت سديت الماء وسمعت يحيى كيغوت على برا، كي عينيت ولويت فوطة عليا وخرجت، ومعاه خرجت ادخل هو البيتينيشان. انا بديك طاية الله مدرقة ليا العورة شبه عارية، احشمت، اما هو قاع داك الغوات كامل تبخر. ادخل كيغوت وهو يشوفني سقل، زقا في عينيه مزيان وبدا كيتمنظر فيا، وهو يبدا يتمتم في فين كنتي تال دابا؟ يحيى قال انا ما خليت حتى قنت في كازا ما قلبتش عليها فيه، وظلام الحال وباقي ما كاين عليها حتى اخبار، كنت غنهبل. وحتى العشرة ونص وانا باقي كنقلب، تصونا ليا البواب وقال لي راها جات. كنت ديك الساعه برا كازا، ما عرفت اش قال لي عقلي. رجعت للدار كاعي عليها بالبيان، وصلت ودخلت كنغوت من الباب، هي حسها مقطوع، كنسمع غير صوت الرشاشة جاي من حمام بيتها. ما صبرتش، أنا الكشاكش خارجة ليا وأنا ندخل عندها لبيتها، ولقيتها يلا خرجت من الدوش. الله يا ربي أشهد الشي، شداتني اللقوة، وليت انتمتم، الهضرة ما بقاتش باغا تخرج، بس ما كملات ليا على ما بقى.
جات مثيرة لواحد الدرجة كبيرة. فين كنتي حتى لدابا؟ قالت واش وقت الهضرة هذا، خرج برا. أنا مشيت ليها وقربتها ليا وقلت فين كنتي حتى لدابا؟ قالت ماشي شغلك، خرج برا حتى نلبس حوايجي ونهضرو. قلت ليها وإلا ما خرجتش؟ قالت ما تلوم غير راسك. وأنا نقول بغيت نلوم راسي، غير وريني أش في جهدك. أنا ملي قربت ليها ما بقيتش سخيت من بعد. شعرها وهو فازق كيبان كيهبل، وجهها باقي حمر من سخونية الدوش، بلا ماكياج وكتهبل. كيفاش ما رديتش البال في الأول؟ هاد الزين كامل ما شفتوش، ما يمكنش. وأنا سارح كنفكر وكنشوف ليها في عينيها، شوية ما حسيتش براسي، حتى جريتها لعندي وبستها. ما كان فيق غير على واحد التصرفيقة وهي كتغوت أخرج برا برا. خرجت وهي سدات الباب بالساروت. واحد الراس كيقول لي ايش درتي انت، راه حشومة، البنت زعما تايقة فيك. والراس الاخر كيقول راها مراتك قدام الشرع والقانون والناس كاملين، واللي درتيه عادي راه من حقك. وكان ارجع نقول قدام الناس اه، ولكن احنا دايرين بيناتنا باللي ماشي زواج حقيقي، هذا هو الاتفاق ديالنا. وكنرجع نقول المهم راها مراتك. ندمت على التصرف اللي درت. خرجت بس ما شاعلة وقالت اش كيحساب ليك راسك انت، باش من حق تبوسني؟ قلت وقيلا نسيتي راكي مراتي. قالت راه انت اللي نسيتي راسك، انا وياك مزوجين غير على الوراق، وهذا اتفاقنا من النهار الاول. قلت فين كنتي؟ قالت لي ما شغلكش. قلت ليها بلا ما تعصبيني، ما خليت حتى بلاصه ما قلبت عليك فيها. قالت واش قلت لي قلب عليا؟ اياه هادخل الصحه. قلت راكي شعلتيني دب الصح، ادوي بلا ما تعصبيني، فين كنتي ومع من؟ قالت بأش من حق كتسول؟ قلت واش ما كتفهميش انتي، اشنا هي خفت عليك، خفت توقع عليك شي مصيبة. قالت غير خليك انت بعيد عليا وغنبقى سالمة من المصايب. وانا نقول بسمة الاخر مرة غنسولك بالتي هي احسن، فين كنتي؟ وهي تقول مع حبيبي. قلت اشنا هو؟ عاودي اشنو قلتي؟ قالت ما كتعاود غير الصلاة على النبي. ومشات لبيتها دورات الساروت وخلاتني على برا شاعل وكنغوت غير راسي، وليت بحال المجنون. انا مالي قاع على هاد الحالة، ليش مصدع راسي؟ تخرج ولا تدخل تموت قاع. بدلت حوايجي وخرجت نسهر على برا. اصلا بس ما غير كنت غلط فيها، كان يحساب ليه بنت في شكل ساعة ما صدقاتش. خارج النهار كامل وكي رجعت دخلات تدوش، غدا تكون اكيد كانت مع شي واحد، وغير وصلت دخلت تغسل وسخها. يلعن جد بو هاد القلب اللي بدا يتحرك على قبلها. بس ما كتقول فاش قرب ليا وباسني حسيت قلبي نقص من بلاصتو، ولكن لا ماشي انا اللي نكون سهله، وجمعتها معه بواحد التصرفيقه وجريت عليه من البيت. لبست حوايجي وجمعت شعري وخرجت باش نهضر معه. الدابزنا تاني هو كان معصب بزاف، ما فهمتوش واش كان بالصح مخلوع عليا ولا عادي حيت محسوبه عليه. فاش سولني فين كنتي قلت له مع حبيبي، تعصب بالجهد ومشيت سديت عليا وخليته كيغوت ويخبط. شوية ولا ثقيل خرج من الدار، وخرجت من بيتي وجدت ليا ما ناكل. غسلت الماعن وجمعت الدار ودخلت لبيتي ثورت تعيين. ما جانيش النعاس، بقيت فايقة حتى رجع يحيى للدار مع ديك ثلاثة تقريبا. عاد نعست، ما فهمتش علاش ما جانيش النعاس، خفت عليه مثلا.
تفو، ما بقيتش عارفة راسي اشنو باغا نتاقم ولا اشنو بالضبط. واحد الراس كيقول ليا امناش اصلا باغا تنتاقمي، قاتل ليك روح مثلا، او كان ارجع نقول حيت قلل مني، وكان عاود نقول حتى انتي قللتي منه، مالو ما يفكر حتى هو ينتقم منك، راكي غير كتروني، ما شفتيش السيد كي كان مخلوع عليك. وكان رجع نقول قولي ملهوف بحال لا عمرو شاف شي بنت لمرا، ورجع نقول غلط وقع الله يسامح. وفي الصباح فقت بكري ووجدت الفطور وحطيته في الطابلة وتسنيته يفيق، وأخيرا سي يحيى فاق، خرج من بيته وما شافش فيا، ما عبرنيش نيشان الباب أخرج. فطرت راسي ووجدت الغدا وما جاش تاني، ما رجع حتى لليل. وفي الصباح تاني خرج بكري قبل ما نشوفه، ورجع بالليل معطل، وهكذا ولا حاله يوميا، يفيق قبل ما نفيق ويرجع من بعد ما ننعس. تقدية وأي حاجة ممكن نحتاجها كانت كتجيني حتى للدار مع الشيفور. ولينا عايشين في دار واحدة وما كنتلاقاوش نهائيا، كتر من شهرين وحنا على هاد الحال. أنا مرضيتش نهضر معاه ولا نسولو ماله وحتى هو، وصافي ما بقاش عجبني الحال نهائيا، كيتهرب مني، مالي فيا الجرب. انا اللي كنت ناوية نخليه مسعود فيا اشنو درت؟ هربته مني. وقررت نمشي لعندو البيرو، مشيت دوشت وقاديت حالتي، درت ميك اب خفيف ولكن جيت قوقة، وبطبيعة الحال البارفان ديالي اللي كيعجبو. هزيت ساكي والجاكيطة ديالي وخرجت، وصلت للشركة وسولت على البيرو ديالو فين جا. السكرتيرة طلعت ونزلت فيا شي 20 مرة عاد جاوبتني وقالت عندك رونديفو؟ قلت لها لا ما عنديش. قالت ايوا هي اللي دردبتي من هنا. قلت لها اشنو كتقولي انتي؟ واش عارفة راسك مع من كتهضري؟ قالت باستهزاء مع من كنهضر بالسلامة، غتكوني وحدة من بنات الليل، سيري الله يعفو عليك. ما شعرتش حتى جبتها معها بتصرفيقة. هادشي اللي بقى ليا في الحساب. سكرتيرة مرضاتش وهي تقول اش هادشي درتي يا الحمارة؟ فين كابرة في كوري؟ قلت كابرة في كوري مزيان تبارك الله، ما زال زايدة فيه. وانا نتلاحى عليها وجاو سيكي ويتي وشدني واحد المقلدم باغي يجرني لبرا، وانا كنغوت والمقلدم جارني وكيتحسس فيا، قال يلا تباتي معايا هاد الليله راه غنعجبك، حيت السكرتيره قالت ليهم راها وحده من هادوك. وبديت كنغوت ونعاير ونسب، وهو غير زايد فيه، قال ومش غيبه مع راسك، باين ليا غندوزو انا وياك ليله واعره. وخرج يحيى نيشان مع ديك الهضره اللي قال ليا، وانا كنسب فيه، قلت ليه احترم راسك الحيوان، راني مرات. مازال ما كملت هضرتي وجا يحيى انصلني من عنده وعطاه بكروشي للكمارة حتى رعف، وعاودو بوحدة اخرى جابو مجبد وقال له برا ما نشوفكش هنا مازال، عارف هادي شكون؟ هادي راها مراتي الكلب، سير خد حسابك ودرق عليا كمارتك. كلهم تصدموا، اما واحد السكرتيره ولات كتخضار وتصفر، خافت على البوست ديالها، لا يصدق جاري عليها حتى هي من الخدمه. وهي تقول اسمحي لي يا مدام والله ما عرفتك. قلت ليها انتي بعدا خليتي لي الفرصه في النهضه. وهي تقول والله حتى حشمانه منك، سمحي لي مره اخرى. لا لا. قلت ليها علاش غنسمح ليك بالضبط؟ على شوفاتك اللي كلهم احتقار، ولا على معيارك، ولا على نعتك ليا ببنت الليل؟ وهو يقول يحيى اشنو شنو قالت ليك؟ قالت السكرتيره الله يرحم ليك الوالدين، لا لا الا ما سمحي ليا
راني خدامة على دارنا، ما تقطعوش لي رزقي. بقات فيا وخا عيراتني، ولكن الله يسامح، بارك غير التصرفيقة والنتفة اللي نتفتها. قال يحيى من بعد هاد الهضرة اللي قلتي، صافي رزقك تقطع من هنا. قلت ليه لا لا، غير خليها، أنا سمحت ليها، أحرام تقطع رزقها، غير مرة أخرى تعاملي مزيان، ماشي غير معايا، مع أي واحد ولا وحدة، وما تسرعيش حتى تفهمي شنو كاين. قالت واخا لالا، الله يرحم لك الوالدين. تلفتت عند يحيى وقالت سي يحيى، اسمح لي، ما عمر هاد الشي تعاود مرة أخرى. قال ليها لا، غير عاودي. وشاف فيا وقال لي تفضلي معايا. ومشينا للبيرو ديالو وهو يقول نعم، علاش جيتي لهنا؟ قلت أولا شكرا بزاف، حيت كبرتي بيا قدام الموظفين ديالك، واخا كان ممكن تقول أي حاجة إلا أنك تقول راني مراتك. وهو يقول واخا ما كتستاهليش. قلت ليه علاش يحيى، أشنو درت؟ واش مقلق مني؟ قال واو البراءة، شوفي راني ما مساليش، عندي اجتماع من دابا لربع ساعة، قولي أشنو باغا. ما رضيتش، كيهضر معايا غير من نيفو، شديتني البكية ما عرفتش علاش، ولكن تحكمت في راسي وما بكيتش. قلت لي نستاهل نيت اللي جاية عندك حتى لهنا باش نطمئن عليك ونعتذر ليك على آخر مرة، وخا انت اللي غلط. قال انا اللي غلط، داك النهار كله كنقلب عليك كل هبيل، وانتي والا في هاد العالم، مدوزة النهار مع صحايبك. قلت لي احترم راسك، شفتك كتهضر بحال الموظفين ديالك. وهو يقول انا اللي كنت عمى وما شفتش حقيقتك اللي باينه وواضحه لكاع الناس، والدليل هادشي اللي وقع دابا برا. ما عرفتش كيفاش تعميت وخليت قلبي يبغيك. انا كانت الصدمه عليا مزدوجه، اولا شكوا فيا باللي انا ما نسواش، وثانيا انه كيبغيني. قلت ليه فعلا انت عمى، ملي كتظن فيا هادشي انا غدا نقول ليك، واخا ما تستاهلش، ولكن غير باش نخليك العذاب الضمير هذا الا كان عندك شي ضمير. بعدا داك النهار قنطت، وفاش كنكون كاعيه كنخرج كنبقى ندور حتى كنتفش وكنرجع. وداك النهار كنت دايجة مقلقة منك على هضرة قلتيها فاش ضربتي داك السيد في الريستو، وقلت ليك كون غير ما ضربتيهش. جاوبتيني بلي ضربتيه حيت الأمر كيتعلق بكبريائك، حيت ما احترمش وجودك معايا، ما اعتبركش راجل، قاسك في رجولتك، ماشي حيت كان كيتبسل عليا. يعني سواء أنا سواء غيري كنتي غادي تتصرف نفس التصرف حتى لو كانت معاك بنت الليل. وهو يقول علاش انتي شنو بالسلامة، ماشي بنت الليل، ملي خارجة النهار كامل وكي رجعتي دخلتي تغسلي من الجنابة. ناري اش قال، فاش قال هاد الهضرة حال ليلة شد دموس وخشاه ليا في قلبي، دموعي طاحوا بلا ما نحس، وجاوبتو بنبرة كلها مخنوقة كيفاش غدا ندير شي حاجة وانا داك النهار كنت غيقلي، ولا نسيتي ياك بليلة قبل ديتيني بنفسك لاكلينيك، والطبيبة قالت ليك الحريق سببه الدورة الشهرية، وشريتي ليا الدواء بنفسك، اشنو زعما هاد الشي ما فكرتيش فيه؟ ولي نفرض انني مثلا بنت ليه، انت كتمشي مع وحدة عليها الدورة الشهرية. يحيى كيقول هي كتهضر وانا الماء نزل ليا في ركابي، كيفاش نسيت باللي هي عليها الدورة؟ كيفاش حتى تكلخت؟
كيفاش حتى نويت فيها هكا؟ خبطت ايدي مع البيرو وانا نقول بسمه انتي السبب، فاش سولتك ما بغيتيش تجاوبي فين كنتي، انتي اللي قلتي ليا كنتي مع حبيبك، علاش قلتي هكا؟ قالت قلت لي كنت مع حبيبي باش نعصبك، باش تعترف ليا باللي كتغير عليا. شوف انت كيفاش نويتيها، وهادي يا حسرة، عارف انت باللي انا كارها الزواج والرجال بسبب داكشي اللي وقع لختي. عمري ما غنسمح لك، ظلمتيني وحطيتي عليا باطل كبير. شوف اللي نطولوه نقصروه، اللعبة اللي جا معانا سهلات، طلقني. غير هي كملات هضرتها وخرجات كتجري، جرحتها بزاف، صدقت أكبر مكلخ، تفقست قلبي وجعني وحسيت بالغلط اللي درت. كيفاش ما رديتش البال باللي بغى غير تفقسني؟ كيفاش نسيت باللي راه عليها الدورة وأنا بإيدي ديتها الكلينيك؟ تبعتها ولقيتها مازال واقفة كتسنى في تاكسي. قلت ليها بس ما سمحي لي، عافاك، عارف راسي غلط في حقك، ما عرفتش كيفاش تكلخت. بس ما وهي كتبكي قالت فاش غتنفعني هاد سمحي لي؟ فاش؟ واش عارف اشنو قلتي؟ واش عارف باش تهمتيني؟ انا اللي كنت مكلخة وصدقت هضرتك، فاش قلتي غادي تفرحني كيف ما راني الله يرحمها؟ قلت ليها اغلط ومستعد لأي حكم تطلبيه، لأي حاجة، ندير أي حاجة باش تسمحي لي. قلبك كبيرة بسمة، مع الناس كاملين، ما تجيش حتى لعندي وتقصحي. أنا غلط ومعترف وعارف جرحتك، وخا نهدر حتى نعيا، وخا نعتذر ألف مرة ومرة، غيكون قليل وبزاف. أقولي لي شنو ندير؟ وهي تقول انسالي وهاد اللعبة اليوم قبل غدا، يلا معايا دابا نجيبو لاكت ونمشيو نفكو هاد الروينة، اليوم تطلقني ونرجع لدارنا، ما بقى ليا فين نزيد معاك. قلت ليها بسمة عافاكي، طلبي اي حاجة الا هادي. قالت حتى لهنا وباركة، بلا ما تزيد تصعبها اكتر، الغلطة ديالي، أنا اللي أمنت ليك وثقت بيك وحليت قلبي وقلت أخيرا لقيت الإنسان اللي غيداوي جرحي من الموت ديال أختي ويحل العقدة اللي عندي من الرجال. ساعة بحالك بحالهم، كلكم ما تسواوش. قلت ليها أشنو؟ عاودي شنو قلتي؟ واش هادشي اللي سمعت هو اللي فهمت؟ زعما حتى انتي كتبغيني كيف ما كنبغيك؟ جاوبتني بسمة وهي كتغوت، بعد مني، ما تستاهلش، هذا الاحساس كبير عليك بزاف، وانا بزاف عليك، انت عايش حياتك كلها في الوسخ مع بنات الليل، يحساب ليك الناس كاملين مسخين بحالك. قلت ليها لا بسمة، عارف باللي كاينين بنات الناس. قاطعتني وقالت لا، انت ما عارفش باللي كاينين بنات الناس، ما كيهمهمش النزوات، كيهمهم غير ربي ووالديهم. ما عارفش باللي كاينين بنات نقيات، عارف غير المسخات اللي دايرين بيك، حتى من السكرتيرة عارفة كاش كتسوى، ومن اللي شافتني يحسب ليها انا وحدة من اللي كتقصر معهم. كون انا كنت بالصح من ذاك النوع، كون نهار دخلتي لبيتي ملي كنت تقريبا عريانة وقربتي ليا وبستيني، كون خليتك تدير فيا ما بغيتي وندوز معاك الليلة ونقول اش فيها، في الاول والاخر هو راجلي والناس كاملين عارفين هذا الشي، ولكن لا، انا صرفقتك وجريت عليك حيت اللي بيني وبينك ورقة، ماشي زواج ديال بصح اللي يعطيك الحق تقرب ليا كزوجة. قلت اسمحي لي على ذاك النهار، راه ما كانش عليا نتصرف هكاك، اسمحي لي على كل شيء، انت دابا معصبه، يلا نوصلك للدار
ترتاحي ومن بعد نهضروا في هاد الشي. قالت ما بقى ليا فاش نهضر معاه، اللي عندي صافي قلته وانا نقول. بسمة الله يهديك. بغيت نمسح الدموع من عينيها وبعدات عليا وهي تقول خليتك مرة تمسح دمعتي حيت حساب ليا راجل صدقتي. قلت ليها كملي قوليها انا شماتة ما كنسواش. قالت ما غنقولهاش، غنخليك تقولها لراسك. وشيرات الطاكسي ومشات. انا نسيت الكونتاك الفوق في البيرو، طلعت نجيبه. وجات عندي السكرتيرة وقالت مسيو يحيى، مدراء الشركة اللي كتسنى فيهم راهم جاو وراهم في قاعة الاجتماعات كيتسناوك تجي باش تبداو الاجتماع. واضطريت نمشي للاجتماع حيت هادي صفقة مهمة شهر وانا كنوجد ليها. عقلي ما كاينش معايا نهائيا وبالي كله مع بسمة، وكنقول على الله تكون رجعات للدار وما مشاتش لشي بلاصه اخرى. بس ما كتقول من بعد ما خويت قلبي وقلت ليه كل شي، شديت تاكسي وقلت له يديني للبحر، يمكن تما نرتاح ويمكن هو البحر ينسيني. وصلت تما وبقيت كنبكي حتى تسالاو الدموع.